سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، وأعرب سيادته عن ترحيبه بالشيخ محمد بن راشد في بلده الثاني مصر، واللي بتتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر والإمارات. وأكد سيادته أن البلدين والشعبين بيجمعهم علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات. أهلا وسهلا بكم. الاحتفال المصري متأثر جدا جدا بالإخوة الإماراتية المستمرة من أيام الشيخ زايد الله يرحمه وحتى الآن. 50 سنة من المحبة والأخوة والاحترام. من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن الامتنان للسيد الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي. أعود لك السلام الشيخ محمد بن زايد رئيس دولتنا، يدعيك ويدعي مصر لحضور الأمة العالمية في دولة الإمارات ويكون ضيف شرف. يعني شرفني وسعدني، ودائما كل دعوة من أخي الشيخ محمد أو من دولة الإمارات دائما محل تقدير واحترام وقبول كبير جدا جدا جدا، ونتمنى له دائما التوفيق في كل الأنشطة وكل الفعاليات اللي بتتعمل. وطبعا بالمناسبة ديت احنا برضه هنبقى سعداء قوي إن احنا نستقبل أخي الشيخ محمد بن زايد إن شاء الله في مؤتمر القمة اللي هيعقد الشهر القادم. وجودكم معانا هنا بيشرفنا ويسعدنا، كان لازم أقول أهلا وسهلا مرحبا بيكم، سعداء بوجودكم معانا. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وأكد سيادته أن الارتقاء بالتعليم بيعتبر أولوية قصوى في مصر لأنه وسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة كل التحديات. وأكد كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع كل الأجهزة التابعة للمنظمة الفرنكوفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية للفرنكفونية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرنكفونية، مؤكدا سيادته الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرنكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لا سيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية. ومشيرا سيادته إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات. من جانبه أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرنكفونية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، موجها الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة الفرنكفونية، ومؤكدا حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا بالنسبة للوكالة، خاصة في ظل دورها الإقليمي المحوري كمركز ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي في المنطقة. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعرادا لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية للفرنكفونية، خاصة ما يتعلق بجامعة سنغور للتنمية في أفريقيا، والتي تستضيف الإسكندرية مقرها،
وتمثل إحدى نماذج التعليم الجامعي المتميز ومن أهم الهيئات التعليمية والثقافية التابعة للوكالة الجامعية، حيث تم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين في إطار إنشاء مراكز لتطوير الإبداع العلمي بمصر يخدم القارة الأفريقية ولإعداد الكوادر الأفريقية بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لدفع استراتيجيات التنمية المستدامة لدول القارة. كمان امبارح كان في أخبار وأحداث مهمة، وأبرزها المؤتمر الصحفي اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللي أعلن فيه التوصل اتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن سياسات إصلاحية لتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات. كمان امبارح رئيس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة العليا المختصة بوضع اللمسات النهائية لمؤتمر المناخ اللي هيعقد في شرم الشيخ. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللي أعلن فيه التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن سياسات إصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات. أوضح دكتور مدبولي إن الاتفاق مع صندوق النقد بإجمالي 9 مليار دولار، منهم 3 مليار دولار من صندوق النقد ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليار دولار من الدول الشريكة للتنمية. كمان امبارح قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في المؤتمر الصحفي إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي جه نتيجة مناقشات مثمرة بين الجانبين للاتفاق على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح، وده هيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية واللي زادت حدتها على المستوى العالمي في الفترة الأخيرة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع 12 للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، واللي هتعقد في شرم الشيخ الشهر اللي جاي، وده لمتابعة اللمسات الأخيرة للتحضيرات الجارية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية اللي قدموا أرواحهم ودمائهم فداءً للوطن، نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة، وده عرفاناً بما قدمه هؤلاء الرجال لحماية الوطن وصون مقدساته، وفي إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. خلونا نروح ونستعرض مع حضراتكم مجموعة من الأخبار اللي حدثت في محافظات الجمهورية المختلفة والموضوعات الهامة امبارح تحديدا، منها تنظيم مهرجان النباتات الطبية والعطرية الأول في محافظة الفيوم، وده بمشاركة 73 عارض من المنتجين والمصدرين. كمان من بين الأخبار بدء أعمال مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروت، وده بتكلفة بتقدر بمليار و200 مليون جنيه، بالإضافة لنجاح التجربة دي هي أول صوبة زراعية داخل المدارس في الوادي الجديد، وأخبار تانية هنعرفها بالتأكيد من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الفيوم اللي تم فيها تنظيم مهرجان النباتات الطبية والعطرية الأول بمشاركة 73 عارض من منتجي ومصدري النباتات الطبية والعطرية. وقال المهندس أمجد القاضي مدير مركز الصناعات التكنولوجية بوزارة التجارة إن قيمة الصادرات المصرية في هذا القطاع تتجاوز 200 مليون دولار كل سنة. في أسيوط تم تنظيم احتفالية بدء أعمال مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروت الجديدة بتكلفة مليار و200 مليون جنيه. في الوادي الجديد تم الإعلان عن نجاح تجربة تنفيذ أول صوبة زراعية للتوسع في المشروعات الزراعية داخل المدارس كتجربة أولية.
في كفر الشيخ نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرية قزمان مركز قلين. في مطروح أعلن المحافظ اللواء خالد شعيب مشاركة المحافظة من خلال التمور السوية ضمن وفد وزارة التجارة والصناعة المشارك في فعاليات الملتقى الدولي للتمر بالمغرب واللي هيقام بإقليم الرشيدية أرفود وهيستمر لحد يوم 30 أكتوبر الجاري. في الأقصر استقبل المحافظ المستشار مصطفى ألهم السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مستهل زيارتها للمحافظة للمشاركة في مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتنمية المستدامة. في أسوان أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين من أهالي 5 قرى وده في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في جنوب سيناء انطلق ماراثون المشي من أجل مناخ أفضل بمشاركة 500 من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بمدينة طور سيناء. نظم الماراثون مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بالتعاون مع التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية. في المنيا شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على ضرورة العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية للانتهاء من مشروعات حياة كريمة في موعدها ووجه رؤساء المراكز بالإشراف الميداني على الجهات المنفذة والتنسيق معهم لتذليل أي عقبات ممكن تواجههم في إنجاز المشروعات. في الدقهلية أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية إنه تم تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين في 10 قرى منهم قرى طنبول الكبرى وشبرهور وطماي الزهيرة وكفر عزام وكفر غنام بمركز السنبلاوين. في الإسكندرية أعلنت مديرية الأوقاف عن بدء حملة التعريف بحق الوطن في إطار المبادرة اللي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحملة دي هتبدأ من خطبة الجمعة وهتستمر لمدة شهر للتعريف بالأوطان وفضائلها وحقوقها علينا وواجباتنا نحوها من خلال الدروس والقوافل والخواطر الدعوية بالمساجد ومراكز الشباب والأندية.